طيب الان مباشره نقفز لكروما سامبلينج. ايش يعني كروما سامبلينج؟ We still have time. اوكي. والهدف اصلا من عمل واي سي بي سي ار ان نعمل سب سامبلينج. كيف يعني سب سامبلينج؟ When you apply modification from RGB to a new color space like YIQ, YUV, YCbCr, يعني زمان كنا نعمل ريسيرش مثلا يشتغل YUV, YIQ. بعدين صار زي موضة لما طلع YCbCr صارت موضة انه لا احول RGB ل YCbCr. ليه؟ عشان استخلص الواي واترك السي بي والسي ار دون شغل. لانه كمان YCbCr دي ار فيري ريديندنت، يعني شوف فيهم تفاصيل مش كثير مهمة للعين. يعني ممكن نحكي هيك بشكل عام. We may sometimes need to reduce the size or the number of bits so we can apply chroma subsampling. زي ما حكيت نعطي سي بي وسي ار او حتى الاي كيو واليو في نعطيهم عدد بيتس اقل من 8 بيتس. طيب in this case شو نعمل؟ بعمل sub sampling يعني بعمل reduction the number of samples required for transmitting or storing or retrieving an image. اعطيني سكتش بسيط زي ما تشوفين. هون عندنا uncompressed RGB يعني RGB زي ما صورناها جبناها حولناها للريد جرين اند بلو شانلز وجمعنا ايش اخر شيء الالوان مع بعض طلعنا RGB. الان في عمليه تحويل من RGB ل YCbCr هاي معادله التحويل. لاحظوا كيف الواي شو هي؟ عباره عن R G and B بديفرنت سكيلز. طيب ليه الارقام هاي اختلفت؟ ليش مش زي بعض؟ لانه الهيومن فيجن سيستم السنسيتي تاعته يعني الدايناميك رينج اللي بشوف فيه مثلا انت لاحظت ليش عملوا الاشاره ضوئيه حمراء تكون هي التوقف. ليش احمر التوقف؟ لانك بتشوفها مسافه ابعد من اللون الاخضر. يعني بتطلع اشاره اذا كانت خضراء على الاغلب كنت مسافتك بعيد عنها راح تشوفها ايش؟ مش مبينه كثير، مش مبينه كثير. بينما الاحمر تكون حساسه اكثر فاخذ منها فاخذ البورشن اقل يعني 0.2627 يعني 0.3 اوف ار بينما اوف جي كم اخذنا 0.7 تقريبا. فهي لانها السيستم عندنا الهيومن فيجن سيستم مش لينير يعني ما بشوف الاشياء لينيرلي بشوفها ايش نون لينير. وهي عباره عن ارقام طلعت من انفستيجيشنز ولابس كبيره على مستوى العالم طلعت هاي الفاليوز. هسه شوف كيف السي بي اللي حكينا عنها عباره عن بي ماينس ايش؟ ماينس واي سكيلد باي فاليو. شو الواي؟ الواي طلعناها بالستيب الاول اللي هي مظبوط. فانت بتطلع الواي بالاول بعدين تقول بي ماينس هاي الواي وار ماينس واي سكيلد باي فاليو. هاي البارامترز ما جت عشوائيه جت ب يعني بسبيسيفيك خلينا نقول يعني اند فيري فيري اكيوريت لاب بوكس. طيب المطلوب هسه شو نعمل؟ كاتبين هون ايش؟ انه ستاندرد 444 انكومبريست. شو يعني؟ هي شوف شو مقصود فيه 444 ما دام انكومبريست يعني الكونتنت تاعه زي الار جي بي 24 بتس بمعنى اعطى جري سكيل 8 بتس السي بي اعطاها 8 بتس والسي ار اعطاها ايش؟ 8 بتس مثلا ف وي جيت ان ذيس كيس 24 بتس. طيب شو المشكله؟ قال لك والله ذيس ويل تيك ا لوت اوف سبيس اند ميموري ستورج الى اخره. فيجوا عملوا فكرة السب سامبلينج عشان يضغطوا ال YCbCr. طيب ليه هي مهمة؟ لأن ممكن تيجي على صورة بي في بانل أو تيجي على شيء ترانسفورمر أو وات ايفر تشتغل فيه بروسينج طلعت إنه في عندك قال لك هذا ستاندرد تاعه الكاميرا اللي صورت هاي الصور كيف تشتغل 422. تقول إيش يعني 422؟ هذا الجواب. لاحظوا كيف 422 means زي ما أنتم شايفين أرقام we have 422 and 2 صح؟ لاحظوا كيف؟ احنا اخذنا ايش؟ 2 لاينز. بكل لاين شو بنعمل؟ ناخذ بيكسل بيكسل لا، يعني الاربع شو صاروا؟ 2 بالنسبه للسي بي والسي ار طيب كم؟ نفس الشيء اخذنا بيكسل بيكسل لا. فشو مسمي هذا الستاندرد؟ 422. يعني الواي ما صار عليها اي كومبريشن. طيب ليه حطينا سطرين؟ عشان نقول انه السطر الثاني زي الاول. يعني بتعيد العمليه مره ثانيه. يعني هو بالاختصار شو سوى؟ يعني اجى على الواي خلاها زي ما هي، اجى على السي بي وسي ار شال من كل واحده كولم، يعني خلى بيكسل وشال بيكسل، بيكسل بيكسل لا. بيكسل اللون ابيض اوف يعني، يعني اوف راح. يعني شاله. شاله خالص.
يعني مثلا كنا بنحكي عن 8 بت، يعني 8 بت لكل شانل. الواي ظل زي ما هو 8، السي بي يو سي ار شو صاروا؟ 4 بت. ليه؟ لان يعني صار كل اثنين، يعني اذا بتيجي هاي الصوره بشكل ادق، اذا اخذنا مثلا هون يعني هذا صار عباره عن بيكسل واحد، هذا جزء بيكسل واحد. طيب كيف بده يرجعه؟ لما يجي يعمل على الجهه الثانيه عمليه يعني مثلا ديسبلاي او غيره، بيجي بصير يقرا البيكسل فاليو بالسي بي اللي جنبه، تمام؟ بيعمل ريستوريشن، يعني بيقرا غراي بس دوبليكيشن، بكرره. نفس الشيء هون، نفس الشيء بوين؟ بهذا الجزء او بهذا الجزء. يعني انت بتعمل ايش؟ البيكسل الابيض this means that there is no سي بي or سي ار. You take pixel on pixel off. فصار شو حنزل؟ هي قسم على اثنين. هصير السايز اصغر، تصير قسم على اثنين. طيب شوفي كمان فورمات كثيره. في فورمات ثاني قال لك 4111 1 1. شو يعني؟ واضحه الفكره. And you take 4 pixels, you take 4 pixels in every row, and you take only 1 pixel from Y, from CB and CR. قديش عملت ريدكشن هون؟ أعطيت الـ CB و CR ربع الكمية، صح؟ ربع الـ. طيب شو بعمل بعدين؟ مرة ثانية كل بيكسل بالـ CB موجود، اللون الأبيض هذا اللي راح، لما أجي أعمل له ديسبلاي أو أعمل له شو أو أعمل له يعني بروسيسنج، بدي ارجع اعبي الفراغات. اعبي الفراغات بايش؟ من الازرق اللي بالسي بي ومن الاحمر اللي ايش بالسي ار. طب يا سلام، طب هالفراغات هي كلها كثير عادي، بقول لك بالكلرز يعني مش هالبيج ديل. اوكي بتاثر لكنها مش فيري يعني كريتيكال ايشيو، بتقل شوي بس ما لا مش الجوده. يعني بتصير تشوف الاحمر مثلا مش احمر 100% زي ما كان بالصوره الاصليه، بس ستيل اوكي، ستيل اوكي. يعني انا بطلع صوره، لو كنت قارنت الثنتين جنب بعض بشوف الفرق، بس وجدني صوره ملعوب فيها بهذه الطريقه مغير فيها بهذه الطريقه، اي ويل بي ايش ساتسفايد. انا الوان بس عميل، كيف واحد يمسك فرشاه يصير يلون بالصوره، مره يزيد الاحمر مره يقلله، انت ستيل فاليد، ما فيش مشكله بالنسبه لك. شوفي كمان ستاندرز ثانيه، شوف كيف 4 2 0 2 0. يعني زودوها صح؟ يعني شو بيصير بالضبط؟ طلع كيف؟ انت يو تيك 4 بيكسلز اند 2 0. شو يعني؟ ال 2 زي هاي ما فيش مشكله، هاي 2 نفسها هاي، بس ايش اللي صار؟ انه وي تيك 1 رو وذ 2 بيكسلز فور ذا اذر، ليتس سي فور ذا ايفن روز اللي هم هذول، هذا الرو كله، هذا شو بصير؟ اوت. يعني بصير يقرا بيكسل او بيكسل لا، بس يكمل السطر سطر او سطر لا. وهذا على فكره مستخدم خاصه بنظام البال اللي بنشتغل عليه احنا في الاردن ودول معظم الدول الاوروبيه. يعني بتلاحظوا هاي القصه، اذا انا بيكون شغله طبعا هي ممكن مش ريليتد لسي بي سي ار، لكن بشكل عام اذا كان المذيع لابس لون او يعني في برنامج قاعد يذيعه ولابس شيء مقلم او مخطط، في بتلاقي لو انت تطلع على الشاشه انتبهوا لهي القصه، بتلاقي الخطوط شمالها خاصه اذا كان قريبه او نسيجه مونس تونيس، يعني راح تلاحظ انه بتحرك، يعني قاعد بتغير مكانه. اسبابه يعني في ريدكشن، في سب سامبلينج بهي القضيه، فبتحس انه مره بيطلع مره بينزل. طبعا مش فيري فيري يعني بيج ايشيو، لكن يعني لما قاعد على مسافه بعيده كويس من الشاشه ما بنتبه كثير لهي القصه. دكتور هذول الام تي سي اس والبان هذول اللي بيجوا نعم، انتي اس سي وبالسي كام؟ من السبعينات، من الستينات حتى، هذول هيك كانوا يشتغلوا بالالوان، حولوهم من ار جي بي لواي اي كيو واي يو في، كل واحد ستاندرد يشتغل. شوف الدول دائما، يعني اليابان بلشت بالديجيتال تي في ترانسميشن بال 95، من اوروبا ل 2010 يمكن، فكل واحد عمل ستاندرد لحاله. انا بحكي عن ديجيتال تي في، هاي ديفيجن تي في اللي فيه السايز تاع الصوره كبير، يعني ال 1 كي ايمج اللي سمعت 1 كي هي 1024 بكسل بالسطر، ال4K اللي هي حوالي 4000 تقريبا، اقل شوي 3800 وشيء. يعني هي دول ما اتفقت على ستاندرد معين، فلما يجوا صاروا بدهم يبيعوا بضاعتهم، فصار المشكله انه كل واحد بده يشتغل بطريقه مش عارف يسوق بضاعته، فاضطر يعمل ديكودر يحط فيه كل الانظمه اللي كانت موجوده سابقا بحيث يحول من واحد يعني كونفرجن من واحد لواحد. يعني دائما الانجينيرنج سوليوشنز رائعه، يعني ديكودر بسواش يعني زمان كان اكثر من 10 دنانير،
على التلفزيون كان حقه حوالي يمكن 600 دينار هذيك الايام، فكان مش المشكله المعضله يعني لو خرب بالضبط احيانا بخرب بيضل عندك الامام الطير بيضل ايش الاسود الابيض يعني حلاوه ثانيه كمان لو خرب بيضل عندك الجري سكيل اللي هو الواي تمام مثلا الان بيستخدموه افري وير يعني هسه انت بدك تشتغل حتى تعمل سيفنج لفايلز فورمات معينه بيعمل هاي الشغل بس هي اي فورمات بيختار بيكون ديفولت معين مناسب اذا انت بدك تغيره بدك تشتري السوفت وير نفسه وانت تعمل له بروجرامينج بحيث انك تقرا وتصير تقلل عدد البتس اللي مستخدمه لكل واحد منهم يعني احنا نذكرهم يعني معلومه عامه حتى انه ايش يعني نوصل ل طبعا في فيديو بيشرح هاي بالتفصيل مع لينك ممكن تشوفوه طبعا مع بالبوكلت بالتفصيل في كل سيشن في له ريليتد ل طيب خلينا نحاول ننهي هاي النقطه بس هون هاي عندنا من مات لاب هاي ماخوذه الصوره عندنا سيجمنت من 4 باي 8 بيكسلز يعني عندنا 4 روز اند 8 كولومز طبعا شايفين كيف الارقام اللي برا هاي عباره عن بس نوتيشن وين احنا موجودين الان الاول ار ثاني جي والثاني ايش؟ الثالث بي هاي الار جي بي كومبوننتس جاي من صوره here we have an example or an exercise on implementing the subsampling ideas. As a recap for the previous lecture or the previous topic, which is the subsampling, we started with the RGB. RGB, R, G, and B, color space, has three different layers that are very correlated. إيش يعني؟ And if you look at the R or G or B components, you can guess what is the image. بكل بساطه بتعرف شو الصوره طبعا بتختلف الالوان يعني you lose the for example if you have a look on R you will know that this image about mountains مثلا لكن they are very correlated the correlation بيناتهم عاليه now when we use for example YUV YIQ or YCbCr our objective is to decorrelate these components طب شو بنستفيد in this case رح نركز اكثر على الديتيلز موجوده وين بالواي كومبوننت بمعنى رح تكون موست اوف ذا انرجي كونسنتريتد ان ذا واي كومبوننت السي بي والسي ار زي ما حكيت لكم قبل فتره as I before I discussed with you before we have these components are for replenishment شو يعني replenishment عمليه تلوين عمليه التلوين فكانوا صورة تكون جري سكيل وبنضاف لها الالوان اللي الكرومينانت كومبوننت كرومينانس كومبوننت للبلو وللريد طبعا هم اثنين ريليتد لريفرنس معين بما ان احنا عندنا 3 كومبوننتس الواي والسي بي والسي ار وي كان اجين جيت ذا ار جي بي فروم ذا واي سي بي سي ار هذا بيقول لنا شغله انه وي كان ريديوس ذا ريزوليوشن اوف ذا سي بي اند سي ار كومبوننتس وذاوت لوزينج ان جنرال وذاوت لوزينج ايش لي الكواليتي تاعت الصوره اوكي اذا هاي فكره ليش احنا بنستخدم واي سي بي سي ار والطرق هاي اللي طيب لو رجعنا على الاكزامبل تاعنا او على الاكسرسايز then find the corresponding YCbCr values for the same image segment في كان عندنا بالسلايد اللي قبل RGB color segment رح نرجع له كمان شوي we are asked to find the YCbCr values طبعا هذا الاكسرسايز لانه we need to have a look on some details اللي ما اخذناهم باللكتشر you'll see it now in the supporting PDF file next calculate the average in bit per pixel bit per pixel شو يعني عندي هاي الصوره colored مخزنه واي سي بي سي ار بطلع قديش البت بير بيكسل قديش السايز الصوره مقسم على كم من بيكسل بيعطيني بت بير بيكسل عم سميك بت ريت وعم معنا كلمه بت ريت سابقا when using a subsampling rule 422 ايش يعني 422 مين بتذكر اكو حال ممكن نرجع كمان شوي for consumer application طبعا احنا قلنا انه this will be used will be can be used for TV transmission for storage of color images etc and C and D are يعني repetition ل B و C so we want to find the same results for the case of subsampling having a format of 411 and 420 okay
Let's go and have a share على اللي هي في ال PDF file اللي حكيت لكم عنه. أيوه. هذا الفايل موجود معكم بالبوكليت. بيحكي عن color spaces. طبعا هذا in details. هذا ال RGB color space. هذا بيحكي عن ال different colors and what are the RGB values for these colors. يعني nominals معينة. ال YUV color space it looks like ال YCbCr خذناها سابقا. كان في عندنا matrix استخدمناها في التحويل إذا بتذكروا في lecture سابقة. Next if we go further YIQ color space الآن صار عندنا YCbCr color space. طبعا هذا ال YCbCr color space it was generated by the ITUR BT.601 هي part من ال recommendations تاعت ال ITU International Telecommunication Union International Telecommunication Union عطتنا هاي ال specification لل YCbCr. طلع هنا عندنا في different standards لل YCbCr عشان هيك حنركز عليه. في SDTV ايش عن SDTV؟ Should I try to يعني write using the SDTV the standard digital TV standard digital TV هذا الفورمات تاعها. طبعا هون الواي اذا تشوف الواي هاي هاي الواي شو حكيت من تحتيها Y601 صح؟ هاي ديفايند باي ذيس يعني ريكومنديشن شيت انه اختار الواي اكوردنج تو ذيس شيت اور ذيس رول. فاجوا اعطونا عباره عن ار زائد جي زائد بي. لاحظوا كيف السي بي شو هو؟ عباره عن combinations of R, G and B plus 128 حتى لانه الريزلت شو حتطلع عندي؟ الميزه من واي سي بي سي ار انه السي بي والسي ار ما بيطلعوا كسور نيجاتيف بيطلعوا بوزيتيف فاليوز. فكانوا متعاملين معهم زي كانوا يعني close to the RGB more than the YUV or YIQ. And والسي بي نفس الكلام والسي ار نفس الشيء R, G and B added لانه عاده بيطلع عندنا الرينج للسي بي والسي ار ما بين ناقص 128 127. ف we shift this data حتى تبلش من الزيرو بصير عندنا from 0 to 255 مطالبين فيها actually just to know this information. هذا بالنسبه للستاندرد تي في ان هاي ديفينيشن تي في هاي تحت اللي شايفينها اتش دي تي في ان صار ستاندرد شوي مختلف. الواي نفسها تنحسب بطريقه يعني ليتل بيت ديفرنت. الهدف منها ايش؟ الهدف منها انه تو ميت الريكويرمنتس تاعت الديجيتال تي في اذا كان حاله الهاي ديفينيشن. هاي معادله نفس المعادله للهاي ديفينيشن تي في وريكومنديشن اعطانا اللي هي او الواي 709 النوتيشن تاعه يعني. طبعا we are not يعني very do not need to go deep in the description of this idea. And format YCbCr 444 مين بتذكر شو حكينا عنه؟ قلنا 444 there is no compression. You assign 4 pixels for Y, 4 pixels for CB and the same for CR. إذا ما في عندنا ايش؟ compression. وبالتالي شو حيكون number of bits؟ تذكروا؟ حيكون عندنا 24 bits. يعني كل واحد بتاخذ ايش؟ 8 bits by 3 شو بيعطيني؟ 24 bits. يعني ال Y بياخذ 8 bits والسي بي 8 bits والسي بي والسي ار نفس الشيء. In MATLAB we usually use YCbCr without subsampling standard 444 unless you define your own standard. إلا إذا أنت حبيت تغير الستاندرد تاعك. طيب لأن الفورمات Y 422 مين بتذكر شو كان؟ احنا بناخذ for every pixel in Y its value while we skip one pixel for CB one pixel for CR. فبصير عندي بالسطر ايش؟ يعني واحد او واحد لا فبصير عندي half the resolution. طيب الان في شيء قصه ثانيه. انا عندي ماشي نزلت الريزوليوشن اعطيت مثلا هون اعطيت 4 بكسل هون كل واحد حطيتهم ايش؟ 2 بكسلز. مش كان عندنا الفكره؟ برجع قال لك والله وي يوجوالي يوز 8 بتس فور واي. شو دخل هاي؟ يعني هذول 4 بكسلز اللي واي يو ار جوينغ تو يوز 8 بتس بير بكسل. تمام. طيب بالنسبه للسي بي وسي ار ديبيندز على شو الريزوليوشن انت بدك اياه. In other words, CB and CR, you can
reduce the dynamic range. In other words, you can reduce the number of bits needed for transmission or storage. طيب شو يعني؟ يمكن انا اعطي الواي مثلا هنا 8 bits. بينما اجي على السي بي والسي ار اعطيهم مثلا 2 bits. كيف يعني؟ انا عملت 4 2 2 واعطيت الواي 8 bits بس السي بي والسي ار اعطيتهم اونلي 2 bits. بصير؟ بصير الكواليتي بتنزل؟ اكيد بتنزل شوي، لكن في ريدكشن عالي. احنا كان بالاول كنا نستخدم كم بت؟ كنا نستخدم اول 8 في 3 24 bits. الان صرنا نستخدم 8 bits per 4 pixels. كل الاربعه الاولانيات راح يكون فيهم 8 bits، بينما السي بي والسي ار واحد او واحد لا، واللي حتى الموجود نعطيه بس 2 bit. طيب كيف نطلع الافرج بت ريت هون؟ كان في السؤال. نطلع الافرج بت ريت. تقول كم بيكسل عندي؟ مثلا 100 100 تمام؟ 100 100 البيكسل الاول قديش اخذ؟ اخذ 8 بت ضرب كم؟ زائد 2 بت زائد 2 بت اللي بعديه اخذ 8 بت بس اخذ 0 0 للسي بي والسي ار اللي بعده اخذ 8 بت للسي ار والسي بي اخذ 2 2 بتس اللي بعده 8 بت لحالها اللي بعده 4 حتى نوصل 4 يعني ممكن احسب العمليه كلها مش عارف اذا هون نعمل شيرنج للوايت بورد في نمط اما نمط اكيد نمط يعني يعني سمبلي اصبر دمينت احنا عندنا مثلا 100 باي 100 ايمج تمام؟ كم يعطيني؟ 10 تو ذا باور 4 ايش؟ بيكسلز بير ايش؟ بير ايمج انا عندي صوره فيها يعني سمول ايمج سمول ايمج سيجمنت او ميبي فيري سمول سايز عندنا 10000 بيكسل تمام؟ استخدمت الفورمات كم ايش كان؟ 4 2 2. How to calculate the bitrate. يعني هذا الموضوع سهل المفروض احنا كنا يعني نشتغل عليه بطريقه ايزي. اول شيء every 4 pixels you will get 4y and only 2 cb and cr. assume انه الواي بيعطيه 8 bits والسي بي والسي ار بيعطيه مثلا let's say 2 bits or 4 bits. الرقم يكون قريب شوي. شو رايك؟ يمكن احسب البتريت. في أكثر من طريقة طبعاً شيك. أول شيء في عنا إحنا this means إنه we have every 4 pixels we take only 2 and 2. So the number of pixels for y. For y. How many pixels for y? 100 في 100 يعني 10 أس 4 مشيك. ضرب. لا يعني هو مستر 4. لازم نقسم على 4. لأن كل 4 ونضرب في 4 يعني بمعنى يعني عشان نجيبها بطريقة صح. Roughly speaking يعني we take every for every 4. This means that all pixels in Y are used, صح؟ While every 2 pixels in CB and CR are skipped. إذا عندنا هذول pixels كلهم are going to be used with ايش؟ With 8 bits, صح؟ هذا شو راح يكون عندنا؟ Total number of bits per mean, per Y. طيب لل CB ولل CR. How many pixels we have for CB and CR? According to the format 422 شو راح نستخدم؟ كل 4 بكسل ناخذ منهم ايش؟ 2. شو يعني؟ قديش راح يصير number of pixels in this image 4CB؟ النص. يعني راح يكون عندنا 10 اس 4 10 times 4 divided by 2. How many bits are assigned for each pixel in the remaining pixels؟ مش 8 bit. كم عندي هون؟ 4 bit صح؟ Let's take this color for example. هنا راح يكون عندي 4 وعندي 4 which means you know this will be multiplied by 4 bits we get the answer similarly for ايش 4 cr by 4 bits again طيب then we get the results for all these pixels هذا شو بيعطيني هذا شو يمثل
لا this will be the total number of bits in this image صح in this image after age after using YCbCr instead of RGB الوضع طبيعي كانت RGB 8 bits by 324 اذا لو كانت RGB زي هون شو بعمل هذا الرقم total number of pixels بضرب في 24 بيطلع عندي total number of bits يعني بيطلع 240,000 bit per image نحن بنحكي عن bits صح بينما هون راح يطلع الرقم شو ماله بتقول لي lower احنا اخذنا عدد اقل الدليل على ذاك انه هذا يعني التصغير صار هون صح تقليل اوكي بقول لك طلع لي اياها افريج بتريت كيف بدك تحسبها؟ كم بيكسل عندي بالصوره؟ 100 باي 100 بقسم عدد البتس على عدد البكسل شو بيطلع؟ كم بت حصه كل بكسل مظبوط؟ وشو بكون عندنا الحسبه؟ لو قسمت هاي على 100% 10 اس 4 بيطلع عندك الافريج بتريت شو الافريج بتريت؟ هاو ماني بتس مش هيك؟ اسايند بير بكسل يعني البكسل واحد بالمحصله بدل ما ياخذ 24 بت كان بالاول صار ياخذ عدد اقل. I think it will be something around 10 11 bits per pixel. لاحظوا كيف كان 24 بت، قد ايش صار هسه؟ 24 كيف؟ نتيجه ضرب هاي في هاي صح؟ لان هذا التوتر راح يصير نتيجه هاي العمليه. لان مش كلهم بنضربوا في 8 بس الواي بتنضرب في 8 كل البكسلز بينما اللي تحت نص البكسلز بنضرب في 4. صغرت العدد وصغرت البت نمبر اوف بتس. الافرج شو بيطلع؟ مجموعهم تقسيم عدد البكسلز. ف this will give me a lower number of bits per pixel. لان افرج بتريد راح يطلع عندي اقل من 24 بت فور شور. هيطلع something around maybe 12 maybe 11 bits. You can يعني solve this exercise at home and check this answer. 24 كيف طلع؟ 24 اذا كان ار جي بي. اذا كان عندي ار جي بي. زي ما حكيت قبل شوي. If we are dealing with ار جي بي this case This means انه والله احنا ما نعرف انه الار جي بي ار تي اكس 8 بتس جي تي اكس 8 بتس اند ذا سيم ثينج فور بي هذا اتفقنا عليه يعني وي كان انكريز ذيس نمبر قلنا انه سميناه ترو كلر ليه ترو كلر 2 تو ذا باور 24 بيطلع لنا 16 مليون درجه لون مختلفه بين الار جي بي كومبينيشن ان كيس اوف واي سي بي سي ار باستخدام الفورمات اللي هو 422 احنا عملنا حسبه جديده طلعنا فيها الافرج بتريت بير ايش؟ بير ذيس ايمج هاي الصورة كاملة، طب أنا ما بدي للصورة بدي إياها ليش؟ بت بير بيكسل. طب كم بيكسل بالصورة؟ 100% بقسم التوتال نمبر اللي حصلت عليه بالبتس بقسمه على ايش؟ على توتال نمبر اوف بيكسلز بيعطيني شو؟ هاو ماني بتس ار اسايند بير بيكسل. بير بيكسل. أكيد راح يطلع أقل من 24، أكيد راح يطلع something like زي ما قلت يعني 12 13 maybe 11 you need to check this at home and try to يعني answer this question. Okay, let's go now again to the exercise. You can repeat this for other cases when you take 411 and 420. طب ايش 411؟ كنا ناخذ من 4 بكسل بس 1 سي بي 1 سي ار. طب 420 اها we need to go back to the PDF file supported in this يعني tutorial or in the booklet of the course and see how to get or look for maybe on the internet, on YouTube, other YouTubes, you can find what is the 420 standard. Okay? Any questions? If you have a simple demo, here we have RGB splitting into components. يعني انت you have the RGB. This is an RGB image. طب شو عرفني RGB؟ I don't know. دقرا الصورة في برنامج يقرأ ويدور إذا كانت RGB أو YCbCr أو شيء ثاني. إذا كانت RGB تكون raw data. كيف يعني raw data؟ Directly you can يعني apply ال R لحال وال G وال B لحال. Three layers. طب إذا كان YCbCr أو أي شيء ثاني. The software that you are reading you with will convert this image from YCbCr لإيش؟
RGB. Why? Because we can see only RGB components by our human vision system. The YCbCr, it's an encoding technique. It's our YIQ, YUV, etc. LAB, كل الأشياء أخذناها سابقا. So these are the three components, R, G, and B. Okay. As you see, you can see the same image, but in different colors. The images, the R, the G, will be are very, very correlated. Correlation بيناتهم بوصل 70-80%. في نقاط مشتركة بين باللون الأبيض مثلا بينهم كلهم. يعني مثلا if we look at the this area, هاي المنطقة هي الأبيض فيها تقريبا high value of R, high value of red, and high value of H of green. الدارك دارك في الكل. أما اللون فيه أحمر أكثر من العمدان والأشياء فيها تفاصيل في الأحمر في higher values. الجرين almost grayscale, almost grayscale. هي تفاصيل مش يعني مش البيك ايشو لكن just to know. إذن هاي عملية splitting using RGB. ال YCbR, CBC أو CBR أو YIQ you'll get the same result. طلعوا كيف. This is the Y, grayscale version. This is I, in-phase and Q, quadriphase components. The I or Q that are used, or حتى كان CBCR أو كان عندنا UV أو IQ, they are very similar. واحد يكون زي ما حكينا الديجيتال ال YCbCr وكان عندنا سابقا ال YIQ وال YUV للأنالوج. If you have a look on the images on the in I and in Q, you will see that there is no correlation between these components with Y. Correlation مش موجود كثير. لكن الان فيز بيعطيك الترانزينت يعني ممكن نفهمها بالطريقه هاي يمكن انتم شوفها كثير عندكم بس if you look at let's say this pole and you look at this part of the image راح تلاحظ انه في 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 ان فيز كومبوننت يعني هو عباره عن ايش؟ ريبلينشمنت او كذا كومبوننت الفيز تاعته هاي بالمقابل على كيو العكس راح تكون هاي الفيز مالها اقل. طيب الاي كيو في الحاله انا بقدر اشوفهم يعني اذا اعطيتك صوره واي اي كيو قلت لك عرض لي على سكرين تقدر تعمل معها؟ قال لك لا يو هاف تو كونفيرت ذس اجين انتو ار جي بي. طيب واي؟ بيكوز اور هيومن فيجن سيستم ايش؟ كومبريهندز اور بيرسيفز اونلي ار جي بي كومبوننتس. طيب ليه طيب عملت واي اي كيو؟ اجين نرجع نذكركم YIQ, YCbCr, YUV, كل هاي التكنيكس أو هاي كل الـ color space were designed in order to إيش؟ to match a specific system. In other words, in order to مثلا لما تعمل storage أو transmission يكون عندك الباندوث ماله صغير، يكون عندك storage قليل، يكون عندك زي ما أخذنا قبل شوي كان بدل 24 بت صار حوالي 12 بت في الإكزامبل اللي كان قبل شوي. So اللي بنوصل له إيش؟ You know, these techniques are or color space are used for specific purposes, not for human perception. If you want to perceive an image, you need to put it into the RGB color space. Otherwise, you'll not be able to comprehend or understand what's going on. إذا رحت على YIQ وفتحت الفايل وطلعت على الماتريكس راح تلاحظ أن ال Y okay grayscale لكن ال IQ positive and negative values. طب كيف شفناهم هنا black and white؟ عملنا لهم shifting. منهم ايش يعني فيجواليزيشن على الماتلاب او على اي سوفت وير بحيث يعطيك كيف تغيير القيم جوا زي ما انتم شايفين الديتيلز بالواي ماتش ماتش هاير ذان الديتيلز بوين بالاي والكيو. The same thing is for CBCR, the same thing is for U and V.